aqui. Vai de espaço aí, ó. أبو تيمور يا زعيم أصور فيديو باكر أصور بتجمعنا. 5 سنين من البناء والتعمير، 5 سنين من مشاريع تخصصت إلنا الشباب. بعد غياب تام عن الساحة الدلاوية إجانا مين يتذكرنا، إجانا مين يهتم فينا، إجانا مين يرسم لنا الطريق. هيك بيكون القائد، هذا هو رفيق.
إجا الوقت نقول ونأكد إنه نحن الشباب مش بس زيادة عدد، نحن جيل المستقبل لهاي البلد، نحن الأمل، نحن العمل، ومنه رح تنطلق القيادة في المستقبل لتحمل أمانة الدالية وتحميها. إجا الوقت نقول إنه شباب وصبايا الدالية بخير، فينا الرسام والمتعلم والمبدع والمحامي والطبيب والمهندس والدكتور ورجل الأعمال، فينا الصبية القائدة المتعلمة والمتقدمة، الدكتورة والمهندسة صاحبة الوعي والصوت والغيرة على بلدها. مجتمعين اليوم لنعلن إنه الدالية نجحت في اختبار سقطت فيه دول كثيرة، عنا لا في ذكر ولا في أنثى، لا في قوي ولا في ضعيف، عنا سر واحد، DNA واحد، كلنا دمنا دلواني. عشان هيك اجتمعنا اليوم لنكرم 5 سنين من الشراكة الحقيقية بين الشباب وبين رئيس المجلس رفيق حلبي، مجتمعين لنقول له انه نحن معك وبدنا نجدد العهد والوعد، بدنا بعد 5 سنين نكون فيها شركاء لنصنع مع بعض دالية افضل. دالية افضل. انا قررت صوتي رفيق حلبي، وكمان انا قررت صوتي رفيق حلبي، والدالية بتجمعنا. جمل تذكر ومواقف مشرفة تسطر بأقلام من ذهب. هذه فرصة لنشكر باسمكم جميعا كريم بارود، حسان وريان، وليد حلبي على تخطيط وإنجاح هذا الحفل. نكون الآن مع فقرة عزف ثنائي، أيادي دلوية، مواهب دلوية، إنهم أبناء الدالية وشبابها الفنانون، على القانون حبيب حديد وعلى الكمان غاز عيسبي، فليتفضلوا.
على وجوه الناس البسمة اللي بتدل على صفاوة القلوب وعلى حسن النوايا. شو بدنا نعمل نحن الجيل الطالع؟ بنحب نضحك. شو أجمل من الضحكة لما بيكون فيه من وراها مغزى ودرس وحكمة. خلونا نستقبل مع بعض الفنان الكوميدي الدلواني كامل حلبي في عرض رائع. التواريخ يعني الصراحة سوري شوي ضيعت التواريخ أنا أما
زهر المريخ وحسب رأيي وحسب تاريخي ذكرى ميلادك فات بالتاريخ واليوم عم تدخل بتاريخ. من بعد 5 سنين استئذان ومن بعد 5 سنين استئذان ومن بعد حظك شو عصب تشرين قديش عمره يسألوني الناس قول عمره بس 5 سنين. هلو نشكر الشاعر الكبير وفاء كمال على هذه اللقطة الشعرية شكرا جزيلا لك. لو 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 لي لو 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 الله محيي سوايا بقاتل من أجل المصلحة العامة صوته انسمع في كل محل في كل تلفزيون راديو أخيرا في كيكار رابين في تل أبيب. رجل مبادئ توقف عشان مبدأه في وجه الحكومات طالب وبعده بطالب من أجل دالة الكرمل. الكل اللي بيعرفه أنه كبير من مع الكبار وشاب مع الشباب هاي هي شخصية القائد. في عالم الصحافة والصحفيين والأكاديمية علم في جامعة حيفا وجامعة بار إيلان وجامعة تل أبيب وغيرها وحصد على عشرات الجوائز كأول صحفي درزي وعربي متألق في البلاد اللي كان مسؤول لسنوات طويلة عن كل خبر سمعه كل يوم تقريب 7 مليون إسرائيلي. شخصية الصحفي الناجح اللي بيربي دولة على الثقافة، شخصية القائد اللي بيسعى للتغيير في كل مرحلة، وأهم إشي شخصية الدلواني اللي بتحمل معها الهوية الدلوية وين ما راحت وفي أي زمان. في هاي هي في الحقيقة شخصية واحدة اسمها أبو يوسف رفيق حلبي رفيق الإنسان. حبينا اليوم
اليوم عمي رفيق بمناسبة عيد ميلادك نقول لك إنه مش بس عيلتك بتستحق تحتفل فيك، اليوم كل البلد شباب وصبايا هالبلد حابة تقول لك كل عام وإنت بخير، كل سنة وإنت لهالبلد كل خير. كرمت هذول الخمس سنين كثير ناس وإجا الوقت للدالية تكرمك وتقول لك كلمة صادقة من القلب، نحن من حبك نحن حدك وشكرا كثير. يا أبو يوسف رفيق جينا على دارك، أهل الدالية زوارك، جينا نحتفل بعيدك ونقول لك إن شاء الله مبارك، إن شاء الله بالعمر ربي يزيدك، منهنيك ومنهني يلي شارك، وبتمنى الدالية يكونوا مؤيدينك ويظل الرئيس يظل صارم قرارك حتى يتطور بلدي ومواطنك، ونظل نسمع أحلى أخبارك، وإن شاء الله منرجع بثلاثين عشرة نهنيك، ومن إسا منقول لك إن شاء الله النجاح مبارك. حلبي على الاستضافة ومران عيسمي الرائعة، وأيضا الطاقم كورين وحسان وريان، وأنا أشكر الجميع على هذا الحضور في حفل الشباب. أخواني، جلست بجانب الإخوان وانفعلت كل دقيقة، كنت أحكي في لغة فصحى، لغة عامية، وتأثرت كثير، تأثرت لأن هاي البلد بلد الثقافة التي في كل حارة، في كل حارة وفي كل شارع وفي كل زقاق وفي كل مدرسة وفي كل مؤسسة يوجد فنان، كاتب، شاعر، رسام، نحات، عازف. هذا البلد يجب كما قالت العريفة الأولى يجب أن يحقق هذا الحلم. الحلم الدولاوي، مظبوط، في حلم دولاوي، الحلم الدولاوي أن تبقى دالية الكرمل شامخة شموخ الجبال. الشموخ والأصالة والشهامة، ويجب أن يعلم الجميع أنهم ينتقدون ونحن نقول لهم، نقابلهم بالحسنى ونقول نحن أولاد بلد واحدة. هم يشتمون ونقول لهم بالحرف الواحد أنتم أهلنا، ولا بد لليل أن ينجلي، لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد أن تتضح الصورة للجميع أن هذا البلد مبني فقط على الشهامة والصداقة والأخوة والمحبة. الذين يزرعون الفتن، الفتن الله يسامحهم، لا مكان لهم بيننا. حلوة، نحن نقول لهم للجميع تعالوا نبقى كما كنا دائما،
متصافين، أن نكون كما كنا دائما إخوة في السراء والضراء، لأن هذا البلد بحاجة إلى حب. عندما شاهدت الشباب يتكلمون والابتسامة على وجوههم، عندما هذه الوجوه كلها، أي اجتماع سياسي في هذه البلد وغير البلد بتلاقي هذه الفرحة، أي اجتماع سياسي. هاي الفرحة لسه بدت، والله لنكيف، رح نكيف ونطبخ ونسحج ونرقص وننبسط، لأنه هاي البلد بدها كيف، بدها محبة، بدهاش خطابات وصياح وعويل ودنيا وانتقادات. سيبكن، مش إلنا هاي، نحن بدنا نظلنا كيفين. اسموها دالية بحرية الكرمل، داليتي أستحق الحياة، لأنها داليتي أستحق الحياة. وهذه الجملة، نحن نستحق الحياة بفضل هذا البلد. عندما تحدثوا عن أبو كرم وعلى أبو عقل وعلى أبو علي عبود ولم يتحدثوا عن الآخرين، هذا البلد الأصيل، نحن ننتمي إلى بلد يفخر كل مواطن يقول أنا دمي دلواني. شاعر حالي زي مطرب روك. يا اخوان، نحن نقول ايضا في الاسبوع القادم وبعد 10 ايام سنوزع كراس على جميع بيوت دالة الكرمل مع برنامج العمل تبعنا. لنا برنامج، في عنا برنامج، في عنا خطة، في عنا رؤية، في عنا تفكير، فعنا ميزانيات اللي عندنا دارخ أقف للمواطنين. بدخل للشباب بس كلمة واحدة، أنا طلبت منكم اليوم تعملوش مسيرات في السيارات. البلد الحمد لله مليانة في أيام الجمعة والسبت، خلينا نمشي ونشعر في الشارع ونشوف الورد في الشوارع ونشوف البلد ونسلم الواحد على الثاني. بلاش ضجيج وبلاش هيزع، لا. وبطلب منكم طلب واحد كمان مرة للشباب الطيبين الحلوين كلاتهم، بترجاكم كون قلبكم وسيع، وجهكم سموح، وتضلكم تضحكوا للكل، ما انتم ربحانين. كان هذا اجتماع شبابي، كيف الاجتماع الكبير يا كان؟ ما يبينه.
هي مبينة وهي واضحة وهي خالصة والحمد لله على السلامة. أنا بشوف مرات يعني شو مهم، أنا طلبوا مني ما أحكيش سياسي، بديش أحكي سياسي، أما شوية فن الخطابة، أوكي؟ بتشوفوا زعلانين ممقوتين، طب ليه؟ اضحكوا. لا بدناش نطلعها لا في الانستغرام ولا في التويتر. ولا في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا شي. خلصنا. بدي اقول لكم شيء واحد. احتواء الاخر هو من اهم صفات المجتمع العقلاني. كل انسان يجب ان يحتوي الاخر سواء اختلف معه بالراي او في الدين او في القوميه او في الانتماء او في اي موضوع اخر، لان هذه من صفات القياده. صبايا شباب إخوان في الصف الأول والثاني، يجلس ممثلون عن القوائم المختلفة، هذه القوائم سوف تشكل المجلس المحلي القادم. وهذه القيادات صدقوني ما بتفكر، بديش أذكر أسماء أساس ما أغلطش، ما بتفكر، والله ما بتفكر إلا في مصلحة البلد. وبما إننا نحن تعرفوا، مش معي لكم، وين التلفون تبعي؟ أعطوني التلفون. بما إننا بتعرفوا نحن اليوم في عصر جديد، عصر التكنولوجيا، بدي أعمل معاكم سيلفي. قدام عدالي بتجمعنا جلنا، وصلنا للربح بأمة الشطاية. Yeah.